مدام وفاء عامر، منوراني يا نجمة. انا مش قادره اتكلم والله بعد اللي انت قلتيه، اقسم بالله. حقك حقيقي يا مدام وفاء، انت فنانة مؤثرة ونجمة بمعنى الكلمة، وغير مواقفك المشرفة لينا كسيدات مصريين. بصي انا متابعاكي جدا جدا حتى شرفني على يا السوشيال حبيبتي، ميديا، كويس، شرفني. بس انا بشكر كل بيت اداني يعني حبه، بشكر كل قلب شافني فعلا بعين. انا فعلا تعبت فعلا عشان اوصله المعنى. بشكر كل حد ساهم في ان انا ابقى موجوده فعلا في كل حته، في كل زاويه، في حتى في السوشيال ميديا. بشكر كل الناس اللي حبوني عشان انا بجد كنت بحب قوي اللي انا بعمله. انت فعلا وصلنا محبتك لجمهورك ده، تعرفي ان جمهورك متمسك بيكي لابعد حد وبيرى ان انت لا بديل ليكي، تعرفي كده؟ خلي عارف بالك انا ممكن اعيط منك، انت حقك، كلامك يعني حقك وصلني جدا لا لدرجه اني حقك، بجد يعني لما حد بيشكر فيا قوي ممكن اعيط بجد، مش لا ده بهزر. حقك يا نجمة، ده حقك. تعالي انا وانت اخدك كده ونبدأ باعمالك الجميلة اللي هي بتدخل بيوتنا كلها وبدون استئذان. شفنا عرفنا وسمعنا ان حضرتك هتساهمي في دور مسلسل جديد اولاد الحاج متولي، اللي هم قالوا هيبقى فيه معاكي بطولة الفنانة الجميلة رانيا يوسف، وقالوا انه هيبقى امتداد للحاج متولي. كلميني عنه بقى كده. لا هو مش امتداد للحاج متولي خالص، احنا بنتكلم عن حاجة فيها الصراع على البيت، وان البيت ده مش هيفضى، والبيت ده هيفضل قائم وهيروح لمستحقين. وافهمي بقى يا عصفورة، فهمنا اديني قلت لك يعني فهمنا. البيت ده هيفضل بتاع صحابه مش بتاع حد تاني. البيت ده هو بيت كل عربي، كل بيت، كل بيت مصري، كل بيت فلسطيني، هو البيت اللي لو حد عنده ذرة كرامة مش هيفرط فيه. ليكي بصمات ناجحة جدا ومؤثرة جدا في الوطن العربي كله وفي الشارع المصري. بتشوفي اختيارك أول حاجة بتحرصي وانت بتختاري في أعمالك على ايه؟ ايه أول حاجة ممكن تشدك في السيناريو اللي بتقريه؟ أول حاجة بتبقى شركة الإنتاج، عشان لو شركة الإنتاج كبيرة ولها بصمات هيبقى اسم المنتج الفنان، ده رقم واحد. حقيقي. رقم اتنين اسم المؤلف وأعماله. رقم ثلاثة النص لما يجي لي، ما هو في تايتل الأول، تايتل خلاص بقى احنا متأكدين ان شركة الإنتاج عظيمة وإن المؤلف ده عظيم. طيب لو شركة الإنتاج جديدة بختار الأول إني أقرأ النص قبل ما حتى أتكلم في التليفون. طيب بالنسبة إن في أدوار بنسمع فنانين كبار زي حضرتك بيتكلموا إن هي ما طلعتش منهم بسهولة، قولي لي دور أنتي فضلتي جواه فترة طويلة وتعبك جدا. لا انا كل الادوار بتتعبني قوي والله العظيم. يعني انا هقول لك، انا يعني دورك في مثلا الطوفان أنا شفته تحدي كبير قوي. الطوفان تعبني جدا. كنت بروح حاسه ان قلبي في رفرفه، كنت حقيقي. رايحه في حته تانية خالص وقاعده في حته تانية خالص مع ناس يمكن موجوده او مش موجوده في الحياه. زمايلي كانوا بيأثروا فيا جدا وانا كنت بأثر فيهم جدا، لان كنا مجموعه جميله. حقيقي. مثلا كنت بتعب قوي يعني لدرجه حتى المنتج كان دايما بيبقى بيقول لي دايما انا ما بروح المونتاج ببقى مشفق عليه. المخرج كان في ظهري قوي، الاستاذ خيري بشاره. انا لو كنت كويسه الاستاذ خيري بشاره كان بيحترم ابداعي، وانا كنت بسمع كلامه وكان بيشيل وبيحط مني حاجات. لا المؤلف كمان، الورشه اللي كاتبه الموضوع كانت ورشه عظيمه، حقيقي. يعني ما هياش مجرد يعني مش هتلاقي كل الاصوات شكل بعض، ودي الميزه. طيب لو هسأل حضرتك عن، يمكن موقفك كان واضح و